اهلا بحضراتكم مره تانية. لسه مكملين في حصدنا لهذا العام 2016، وايه من خلال اللي حصل في السنه اللي فاتت ايه اللي ممكن يحصل في السنه الجديده. ابرز الملفات اللي تهم المواطن المصري وابرز الحصاد اللي الناس مستنياه هي فكره الحصاد الاقتصادي. دلوقتي ميعادنا مع ملف الحصاد الاقتصادي، وضفنا في هذه الفقره هو الاستاذ محسن عادل نائب رئيس الجمعيه المصريه للتمويل. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. 2016 على المستوى الاقتصادي تسميه عام ايه؟ عام الصعوبه، عام القرارات الهيكليه الجديده في الاقتصاد المصري، عام من الاعوام اللي كان من الصعب ان انت ما تبصلهاش وانت بتبص على الاقتصاد المصري على مدار 200 سنه فاتوا. انت في هذا العام كان امامك خيار من ثلاثه. الخيار الاول ان انت تستمر كما كنت دائما بدعم سعر الدولار امام الجنيه المصري، ففي الحاله دي انت بتخلي المنتج المستورد هو المنتج الرخيص والمنتج المحلي والمنتج الغالي. الناس مش تحس بالتضخم صحيح، ولكن عمليا انت الاقتصاد بتاعك كان هينهار. الجانب الثاني ان انت كان قدامك الحل البديل ان انت تستمر في عمليات الدعم الخارجي بشكل واسع النطاق خلال الفتره الحاليه، وده كان امر ما كانش تقدر انك تضمنه في التوقيت الحالي، وبالذات مع تراجع الدعم الخارجي بشكل واسع خلال الفترة اللي فاتت. يعني يمكن اقتصر على بعض الودائع اللي تم تقديمها لمصر خلال السنة اللي فاتت، ودي ودائع بعوائد ويمكن عوائد اعلى من المتوسطات العالمية في بعض الاحيان. العنصر الثالث انك تاخد قرارات شجاعه. يمكن هذه القرارات كانت بدات لاول مره انها تتاخد سنه 79، لكن في انتفاضه يناير تم ايقاف هذه القرارات، فانت كنت محتاج انك انت تبدا قرارات هيكليه. لكن هذه القرارات عشان بس نكون امنا مع نفسنا كان دايما ليها تكاليف. التكلفه الاولى كانت ارتفاع في معدل التضخم، التكلفه الثانيه هيبقى عجز الموازنه تحت ضغط شديد وانت محتاج انك تعمل اجراءات هيكليه عشان تستمر فيه. بديل الثالث ان انت محتاج انك تشجع المستثمرين ان هم يجوا. انت خدت هذه القرارات في نهايه السنه، فلسه طبعا التاثيرات بتاعتها ما ظهرتش بشكلها الكامل، لكن لغايه دلوقتي اللي اقدر اقوله لك ان في اربع مؤشرات ايجابيه واربعه سلبيه. مؤشرات الايجابيه ابدا الاول بيه ان استثمارات الاجانب بدات تزيد. العجز اللي كان في ميزان المدفوعات اللي وصل ل 3.7 مليار دولار السنه اللي فاتت اتقلب النهارده بالتقرير اللي طلعه البنك المركزي ل 1.9 مليار دولار فائض. ثم الاحتياطي بتاعك داخل على 26 مليار دولار، وده امر جيد. معدل البطاله متوقع انه يبدا يقل شويه خلال الفتره اللي جايه. ثم معدلات التضخم او عفوا معدلات التدفق الاستثماري بدات تكون واضحه النهارده في ثلاث حاجات، واضحه قوي في قطاع النفط والطاقه داخل مصر، واضحه قوي في البورصه المصريه، واضحه اكتر في استثمارات الاجانب في اذون سيادة الخزان. الاربعه بقى اللي فيهم مشاكل ودول الناس دايما حاسه بيهم. تضخم وصل عندك 20% ومتوقع انه يزيد لغايه 22 تقريبا. معدل النمو الاقتصادي تحت ضغوط كبيره، وده نتيجه خلل هيكلي موجود عندنا دايما في الاقتصاد، ان انت معتمد في المواق الاقتصادي على استهلاك الناس الكتير، فلما الاسعار هتزيد الناس استهلاكها هيقل، فمعدل النمو هيقل معاها، بس ده لفتره مؤقته. العنصر الثالث ان انت عندك الدين العام زاد شويه، ودي كانت مساله طبيعيه لان انت بتحاول تهيكل النهارده امور كتيره. ثم العنصر الرابع هو المساله المرتبطه بشكل اساسي النهارده بمساله ان انخفض عندك مساله الدعم اللي كان بيجي لك من دول ثانيه، فانت النهارده يجب ان انت وانت بتصلح تصلح بيدك. طيب هل اقدر اقول ان عام 2016 هو عام وضع مصر على طريق الاصلاح الاقتصادي السليم؟ اقدر اقول لك ده لو عملت خمس حاجات دلوقتي. الحاجه الاولانيه ان انت تهيكل المناخ الاستثماري بتاعك. موضوع قانون الاستثمار خطوه جيده جدا في نهايه السنه، ولكن الامر مش هيكون متوقف على قانون الاستثمار. انت محتاج النهارده انك انت داخل قوانين ثانيه زي قانون الافلاس، زي قانون الترخيص الصناعيه، زي قانون تنميه وتحفيز المشروعات الصغيره المتوسطه عشان مبادره السيد الرئيس تتحرك اكتر. يجب ان انت تضيف مع دول كمان خلال الفتره اللي جايه قانون بتاع اراضي الدوله، ثم كمان تضيف معاهم قانون متعلق بدعم المنتج المحلي. ده اول نقطه. النقطه الثانيه ان انت محتاج النهارده لما يطلق عليه اسم اقتصاد حرب او اقتصاد بيعمل بشكل واسع النطاق على ترشيد الانفاق. استراتيجيه الحكومه ترشيد الانفاق ب 20% امر جيد، ولكن الامر ده محتاجه بشكل سريع ان هو يتنقل للناس وانها تحس بشكل واضح ان هذا التقشف بدا يحصل. العنصر الثالث انت محتاج النهارده انك انت تزيد من مساحه ترويجك للاستثمارات. الاستثمارات هي اللي هتكون القائد الرئيسي للنمو الاقتصادي. احنا متوقعين السنه الجايه 9.6 مليار دولار استثمارات، وده رقم كبير بالنسبه لمصر في الفتره ديت. الاستثمارات الاجنبيه يجب انها تدخل بشكل مباشر على صناعات انت محتاجها، صناعات تكنولوجيه، صناعات ذات قيمه مضافه. يجب انك انت تنمي صناعه المكونات اللي عامله النهارده مشكله عندنا. العنصر الرابع زود الصادرات. الصادرات هي مساله حياه او موت بالنسبه لنا. مساله ان حضرتك قاعد لغايه النهارده منتظر ان الصادرات تنمو بشكلها الطبيعي وان الاسواق الافريقيه والعربيه
الحقيقيه هي الباك يارد او الخلفي المكان الخلفي بتاعك، لا الكلام ده غير صحيح. النهارده الناس بقت بتنافسك، اثيوبيا بتدخل النهارده في اسواق كبيره، النهارده وانت بتجيب سياح من الصين بتنوع الخطوط الجويه الاثيوبيه، فانت عندك النهارده عشرات الحاجات اللي يجب ان انت تخش وتحايب عليها. شكل المنافسه اتغير يعني بشكل كامل. العنصر الخامس والعنصر الاخير هو موضوع السياحه، وبالذات ان انا بذكر لحضرتك في كلامي في الاول على موضوع ميزان المدفوعات، انت عندك مشكله حقيقيه في موضوع السياحه. انت للربع الثاني على التوالي في السنه الماليه بيحصل عندك حاجه ما حصلتش من اكتر من 200 سنه، ان ايرادات السياحه اللي بتدخل لمصر اقل من انفاقنا احنا كمصريين على السياحه خارج مصر. انت الامر ده امر كارثي، وده امر لا يمكن تركه بهذا الشكل. انت محتاج النهارده انك ترجع السياحه مره ثانيه. محركات النمو بتاعتك الفتره اللي جايه هتكون ثلاثه: الايرادات اللي جايه من السياحه وتحركات المصريين في الخارج، الصادرات بتاعتك، وضيف عليهم الاستثمارات الاجنبيه. اذا قدرت انك انت تنجح في هذه المعركه بالاضافه لهيكله الدين العام، والنهارده الدوله بتتجه لاساليب جديده وطرق جديده، لكن اهم جزء فيها انك تنمي الايرادات. الناس كلها بتبص على عجز الموازنه على الرقم اللي فوق، الفرق بين الانفاق وبين الايرادات، لكن بص على الرقم اللي تحت، الناتج المحلي. كل ما هتزود الناتج المحلي بتاعك، كل ما الانتاج هيزيد، كل ما الناس هتحس ان الوضع احسن، كل ما الناس هيبقى دخلها اكبر. المشكله النهارده مش زياده التكاليف، المشكله الاكبر ان الدخل ما زادش بنفس نسبه زياده التكلفه. طيب اذا عام 2017 هيكون استمرار اقتصادي للي حصل في 2016. صحيح. طيب الدولار كبطل في 2016 هل هيستمر معانا بطل في 2017 ولحد فين بالظبط؟ هستخدم معاك المصطلح اللطيف بطل من ورق، هو مش بطل حقيقي. هو ببساطه شديده جدا ليه الدولار كان عنده دايما هذه القوه؟ لان ببساطه حضرتك كل حاجه بتستوردها من بره. انت قعدت 40 سنه مثبت الدولار او العملات الاجنبيه عموما عند مستويات اقل من قيمتها الحقيقيه قدام الجنيه عشان الناس ما تحسش بارتفاع الاسعار. فكانت النتيجه ان حضرتك النهارده بدل ما تنتج القلم الجاف دوت داخل مصر، حضرتك بتروح مستورده من بره. تمام. فبتجيبه منك ارخص، لان الرخص هنا مش في عنصر التكلفه ولكن في عنصر تسعير العمله. النهارده لما انت عملت ده ورجعت الاسعار بقت بهذا الشكل، الطلب بدا يرتفع على العمله الاجنبيه بشكل متصارع، لان الناس لسه مستمره في نفس العمليه، عايز تستورد من بره. وزودت عليها ان انت الاول فتحت الاستيراد للسعر الاساسيه، ثم فتحت استيراد السعر غير اساسيه، ثم سمحت بتحويلات الاجانب لارباحهم خارج مصر بعد ما كنت واقفها بقالك فتره، او كان في بعض القيود الاداريه عليها، ثم اضيف على ذلك انك انت النهارده بتغطي مراكز كمان ماليه مكشوفه عند البنوك بالنسبه للمتعاملين. فكانت النتيجه الطبيعيه في النهايه ان الطلب ارتفع قوي على الدولار، لكن مع اقتراب نهايه السنه بدا المنحنى ينزل تاني وممكن يستمر. عشان ينزل انت محتاج ثلاث حاجات بسرعه قوي. الحاجه الاولانيه زود تدفقاتك القصيره من الدولار، عندك طرق كتير. النهارده لو حضرتك جيت طرحت مجموعه قطع اراضي مميزه لمصريين عاملين في الخارج زي ما عملت في مشروع بيت الوطن، هتجيب دولارات. لو حضرتك النهارده عملت مزارع مميزه في مشروعهم ليوسف فدان، هيجي لك الناس وتاخد دولارات. لو حضرتك النهارده طورت شويه فكره انك ليك اقساط بالدولار في مشروع بيت الوطن، عملت لها توريق، هيجي لك مليار و600 مليون دولار بكره. لو حضرتك النهارده طرحت السندات بتاعتك بدل ما هتطرحها في اوروبا طرحتها في اليابان او طرحتها في الصين، هتطرحها ارخص وهتجي لك برضه تدفقات. الجانب الثاني حضرتك محتاج انك تزود تصديرك عشان تقدر تجيب عوائد من بره. بس وانت بتزود تصديرك خلي بالك من حته صغيره، المنتج بتاعك اللي طالع مكونات كتيره جدا فيه اجنبيه، فانت النهارده ما بتستفدش بيه، زود صناعه المكونات. الاوتو الاشاره اللي السيد الرئيس قالها في اول السنه 200 مليار جنيه مخصصين لمشروعات صغيره متوسطه، حلوا المشاكل الخفيفه اللي فاضله فيها. جهاز لتنظيم مشروعات صغيره قانون جديد، ضيف على ذلك كمان بعض المشاكل الخفيفه في البنوك اللي لما تروح له هناك يقول لك لا انا اسف حضرتك ريت تجيب لي عقد الارض ميزانيه سنتين ضامن مع سعادتك والترخيص، وده جاي لك ختم وقصه شعرك وحاجات غريبه جدا. الجزء الثالث وده الجزء الاهم، ان حضرتك محتاج النهارده انك تعمل ما يطلق اسم سياسه احلال المحل الواردات. بدل ما حضرتك بتستورد القلم ده من الصين، لا انا هجيب شاب مصري اتحاد الصناعات يعمل له تصميم المشروع، الهيئه الهندسيه تبني المصنع بتاعه، المعدات تيجي بقروض من البنوك المصريه، الراجل هيشتغل على ده. هجيب الراجل اللي كان بيستورد القلم ده من الصين واقول له معلش يا فندم، بدل ما حضرتك بتجيبه بتدور على الدولار والدولار بيبقى غالي عليك والناس بتتعب، اشتري من الراجل ده وبالجنيه المصري. احنا بدانا بالفعل في مشروعين بالشكل ده. المشروع الاولاني هو مشروع وظيفتك جنب بيتك، وده الملابس الجاهزه في القليوبيه، انا مساحه 35 فدان بنفس الديزاين اللي قلت لحضرتك عليه. المشروع الثاني اللي تم عمله كان مشروع للمنطقه للبتروكيماويات لمشروعات صغيره متوسطه، وده معمول في بنها بالتعاون ما بين الشركه القابضه للبتروكيماويات، ودي شركه حكوميه، بالتعاون مع الهيئه الهندسيه، مجلس الرئاسي للتنميه الاقتصاديه، بالاضافه لاتحاد الصناعات، ومشروع خلاص قارب على ده. كل اللي انت عملته انك عملت ما يطلق اسم سلسله القيمه سبلاي تشين، الراجل اللي بيستورد، الراجل اللي بيجيب، وحطيت الاثنين مع بعض، الشاب بيشتغل، وفرت عمله، زودت
الناتج المحلي، وفرت دولارات كانت بتطلع، وقللت من مساحه الضغط على الاقتصاد وشغلت ناس. تأكيد. طيب خليني اسال حضرتك بقى السؤال، مين هو القرار الافضل اقتصاديا، او ما هو القرار الافضل اقتصاديا في 2016؟ افضل قرار اقتصادي كان بالنسبه لنا خلال السنه اللي فاتت اتصور انه كان صدور ما يطلق عليه اسم حزمه التعديلات التشريعيه اللي خدت على مدار السنه كلها، بدءا بقى من قانون ضمانات القيم المنقوله، بدءا من التعديلات المترقب عدد كبير من القوانين، بدءا من تعديل قانون الاستثمار في نهايه السنه، الامور دي كلها. انا اتصور ان ده القرار الافضل لسببين. السبب الاولاني ان انت درسته بشكل واسع نطاق جدا، وناس كتيره جدا تحدثت وادلب بدلوها عن لما جيت تعمل هذه التشريعات. العنصر الثاني وده العنصر الاكثر اهميه بالنسبه لك، كان من وجهه نظري ان انت قدرت خلال الفتره ديت انك انت تدي حوافز من خلال هذه القوانين عشان تقدر تنمي بيها صناعات بعينها، والامور دي كانت هي الافضل. قرار الدولار قرار جيد، ولكن مشكلته الاساسيه في جودته انه دايما قرار ذو تكلفه. طيب انا اسالك بقى عن القرار الاسوأ خلال السنه اللي فاتت، خلال 2016 القرار الاقتصادي الاسوأ في 2016. شوف هو مش الاسوأ، ولكنه كان من وجهه نظري كان القرار الاقصى. وهو رفع اسعار الفائده 3% في نهايه السنه. رفع اسعار الفائده مع الاسف كان هدفه الاساسي ان حضرتك عايز تجذب الجنيه المصري او الكميات الكبيره من السيوله اللي موجوده في السوق اللي رفع معدل التضخم، لكن حقيقه الامر ان التضخم ما كانش مرتبط بده بقدر ما كان مرتبط باستهلاك. فانت كنت عايز تقلل معدلات الاستهلاك ورفعت معدل التكلفه، فبقى الراجل النهارده اللي عايز ياخد مكن او ياخد قرض من البنك بقى بياخد بتكلفه 24% و25%، فده هيقلل معدل الاستثمار الداخلي او تمويل الاستثمار الداخلي، هيقلل معدل الاستهلاك فهيقلل معدل النمو. انا كنت اتمنى ان في اجتماع امبارح الخميس في مجلس اداره البنك، عفوا في لجنه السياسه النقديه البنك المركزي، ان يتم تخفيض الفائده، ولكن انا عارف ان الخوف من معدل التضخم العالي، انك لو خفضت الفائده دلوقتي ان ده قد يرفع معدل التضخم. فالقرار ده اتمنى انه يكون اول قرار يراجع السنه الجديده. طيب افضل وزير في المجموعه الاقتصاديه في 2016 دكتور صحر نصر. أسوأ وزير في المجموعة الاقتصادية 2016؟ ما تصورش ان في حد سيء، لكن اتصور الناس كتير واجهت ضغوط شرسة. الأقل أداء في المجموعة الاقتصادية 2016؟ لا ما افتكرش ان في حد. الذي لم يقدم المتوقع منه في 2016؟ كل دي مصطلحات لجملة واحدة. انا اتصور ان المجموعة الاقتصادية اشتغلت بروح متكاملة قوي وكانت تعبانة جدا السنة اللي فاتت. انا تعاملت معاهم افضل قلت الافضل، ما اكيد لو في افضل. شوف انا هقول لك ليه الدكتور صح ويمكن مش هنسى. لا طالما قلت الافضل في الاداء يبقى اكيد في حد فيهم اقل في الاداء. لا الباقيين على نفس المستوى تقريبا. وهقول لك على حاجة أنا من وجهة نظري كانت محتاجة إنها تتعمل السنة اللي فاتت في المجموعة الاقتصادية بالذات. المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية كان ممكن يكون ليه دور أقوى وأشد كتير قوي من اللي كان متواجد فيه. والأمر ده محتاج خلال الفترة اللي جاية إن هو يعاد هيكلته بشكل أكبر. وما أقدرش أنكر إن مجموعة كبيرة جدا من الوزراء اشتغلت بشكل عنيف خلال الفترة اللي فاتت. يعني أنا أتصور إن وزير قطاع الأعمال العام واجه ضغوط ضخمة قوي على مدار السنة. أتصور إن وزير المالية كان قدامه ضغوط هائلة خلال السنة اللي فاتت ولا زال بيواجهها لغاية دلوقتي. أتصور إن دكتور أشرف العربي وزير التخطيط كان بيواجه معركة في قانون الخدمة المدنية، وهي معركة الحمد لله جاهزة. ما هو انت في الاخر ما تقدرش تقول، لكن افضلهم اداء هي دكتوره سحر نصر. انا التعاون انا اتصور ذلك. طيب سؤال الاخير، مين هي الشخصيه الاقتصاديه الابرز في 2016؟ طارق عامر محافظ البنك المركزي. ابرز محدش يجرؤ بقى له شكلي كده بقى له شكلي. قراراته كانت هي القرارات الاقوى والاشد. بالشكل كويس ولا بالشكل وحش؟ ما تقدرش تقيمها بالشكل دوت، لكن تقدر تقول ان كل قرار له تكلفه اقتصاديه. تتوقع مين الشخصيه الابرز في 2017 اقتصاديا؟ وزير الماليه دكتور عامر جاحي. رجل الاعمال الابرز في 2016؟ اتصور انه كان ما كانش في حد مميز قوي، لكن اتصور ان هتكون المفاجاه خلال السنه الجديده هو الدكتور رفيق غبور. بشكرك جدا. صناعه السيارات هتكون هي الصناعه الجديده اللي مصر تدخل فيها. بشكرك جدا على توقعاتك ل 2017 وعلى الحصاد اللي قدمته لنا في 2016. الاستاذ محسن عادل نائب رئيس الجمعيه المصريه للتمويل كان بيقدم لنا ما يسمى بملخص 2016 في الحصاد الاقتصادي وتوقعاته ل 2017. هسيب حضراتكم مع انفوجراف كده بيلم كل ابرز الارقام الاقتصاديه في 2016، ونستقبل ضيفنا الثاني وهو حصاد الحاله الاجتماعيه في مصر في 2016.